الانجليز يقصوا على الالمان وبيخرجوهم من البطوله على خطى كاس العالم 2018 وبيصعدوا لدور الثمانيه عشان يستنوا يشوفوا يقابلوا مين، السويد ولا اوكرانيا. والانجليز كده احب اقول لكم ان هم بيقربوا للفاينل مش سيمي فاينل كمان. الانجليز النهارده توماس جيت لعب مباراه من افضل المباريات التكتيكيه، بل تكون ممكن تكون ليا الافضل في تاريخ توماس جيت تقريبا المباراه دي. والناحيه الثانيه لوف عمل اداء غريب جدا مع المانيا وخلاص بمودعه السنه دي. هنتكلم عن كتير قوي في حلقه النهارده معاكم مصطفى، دي حلقه جديده من قهوه اليورو. يلا بينا نخش في الحلقه. حطني رقم واحد في القصير. خواكين لوف بيكتب السطر الاخير مع بتاعه مع المانيا، وللاسف السطر الاخير بتاعه مع المانيا كان سطر حزين بخروجه من دور ال 16 في اليورو. اليورو اللي كان مفروض بيصالح بيه جمهور المانيا والشعب الالماني على الفضيحه اللي حصلت في كاس العالم 2018، ولكن ده ما حصلش. والسنه دي خرج من دور ال 16 قدام المنتخب الانجليزي. خواكين لوف في بدايه الشوط هو بدا بنفس تشكيل المباراه اللي فاتت تقريبا، نفس التشكيل، ولكن بس هو الفرق ان لعب النهارده بجريتسكا جنب توني كروس. الفكره ان الفكره فين بالظبط بقى؟ اقول لك، هو طول 20 دقيقه خواكيم لوف بيلعب على فكره واحده بس، بيلعب على فكره واحده بس. وبعد ال 20 دقيقه دول ساوث جيت ما قفلش بس على الفكره دي، لا ده كمان امتلك هو زمام الامور طول الشوط الاول. اقول لك ازاي، ايه الفكره اصلا اللي المانيا كانت بتلعب عليها؟ الفكره كانت المانيا بتلعب عليها اللي هو ايه؟ اللي هو شايف الاطراف بتوعه مقفولين، شايف الاطراف ناحيه كيميش ناحيه جوسنز، الناحيتين مقفولين على منتخب المانيا، مش عارفين يخترقوا من الاطراف زي ما بيعملوا الماتش اللي فات. فحاول يعمل ايه؟ انه يخلي كل الاختراقات بتاعته من العمق، يحاول يخلي كل الاختراقات من العمق. يعمل ازاي من العمق؟ يعمل حاجه اللي هو يخلي ديكلان رايس وفيليبس الاثنين يتسحبوا من اماكنهم، يطلعوا من اماكنهم علشان جريتسكا يسقط وراهم ويبتدي يستلم الكوره. ولما بيستلم الكوره يخلي الناحيه الثانيه هافرت في الناحيه اليمين اللي هي بتاعت شو اللوك شو، يعني يسحب معاه لوك شو لعمق الملعب او يسحب معاه لوك شو في الناحيه اليمين عشان يخلق انصاف مساحات يتحرك فيها. ولما يخلق انصاف مساحات يتحرك فيها يبتدي يلعب من لمسه واحده هو وجريتسكا مع بعض. فاللمسه واحده هو وجريتسكا بيخلق مساحه كبيره جدا على الدايره بتاعه انجلترا، ويبتدي توماس مولر ينزل في الدايره ويبتدي يستلم في مساحات واسعه ويضغط على دفاع انجلترا، وكمان يقدر يوصل فيرنر. دي الفكره كان بيلعب عليها منتخب المانيا، اللي هو يسحب فيليبس وديكلان رايس من مكانه ويبتدي يلعب في المساحه اللي بتتخلق في ظهره. دي الحاجه بقى اللي بعد ال 20 دقيقه اللي المانيا هيمنت فيها على المباراه، انجلترا رجعت زمام امور ليها تاني ازاي؟ الفكره انه عمل ايه؟ خلى ديكلان رايس وفيليبس الاثنين يرجعوا لورا وما يلعبوش ضغط عالي او واحد منهم يلعب ضغط ويتسحب من مكانه، لا بيلعب الاثنين نمره سته. خلى فيليبس ينزل جنب ديكلان رايس نمره سته ويضيق مساحات ويقف قدام قلوب الدفاع ما يتسحبش من مكانه. دي حاجه. الحاجه الثانيه انه خلق خط ثاني او خط ثالث في نص ملعب بتاع في نص ملعب المانيا. ازاي؟ ان خلى في الجبهه اليمين بوكاي ساكا وتريبيير يعملوا جبهه، وناحيه الشمال يخلي ستيرلينج لوك شو يعملوا جبهه. فكده عنده جبهتين، والجبهتين دول مش هيخلي لعيبه المانيا تخرج من اماكنها وهي تلعب ضغط عالي. دي الفكره. الفكره الثانيه كمان ان خلى الخط الدفاعي او يلعب بثلاثي الخط الخلفي علشان يحاول ما يخليش في مساحات ما بين مثلا الباك وقلب الدفاع، او يخلي في مساحات في ورا الباكات بتاعته. لا هو بيلعب بثلاثه ورا، وكمان لما بيلعب بثلاثه ورا كان بيخلي ووكر يسحب نفسه ناحيه اليمين ويميل ناحيه اليمين علشان يبتدي يلعبوا بساط في مساحات واسعه مش في مساحات ضيقه، علشان يبتدي يفكوا التكتل او يفكوا الضغط العالي بتاع المانيا. وده كان بيحصل جدا بصراحه، لو خلى ووكر يميل ناحيه اليمين، وخلى لما ووكر من ناحيه اليمين لما الكره تتلعب له لما فيرنر يجري ويلحق يحاول يفرق المساحه دي يجريها عشان يضغط على ووكر، ووكر يكون لعب الكوره وبعد خراب ملطه. وكمان في الناحيه الهجوميه كان ستيرلينج او كان بوكايو ساكا بيسحب معاه روديجير. بيسحب معاه مين؟ روديجير. لما يسحب معاه روديجير بكل بساطه كمان ان الناحيه الثانيه هاري كين بيروح عليه وبيروح على المساحه بتاعه بوكاي ساكا، فبيسحب معاه هوملز. وبعد ما يسحب معاه هوملز بيعمل ايه؟ الناحيه الثانيه بقى ناحيه ستيرلينج ولوك شو. ستيرلينج لوك شو ستيرلينج كان بيحاول يلعب على السرعه على جنتر البطيء،
يلعب بسرعه على جنتر بودي. ودي باين جدا ان المساحه بتاعت ستيرلينج لما يسحب مثلا جنتر من مكانه او ياخده بالسرعه كان بيخلع مساحه في ظهره. ودي حصلت في نهايه الشوط في الهجمه اللي ضيعها هاري كين لما الكره اتلعبت له وحاول يلم نوير ويجيب جول، لكن ضاعت بغرابه كبيره جدا. وهاري كين في المباراه الشوط الاول مش فايق، هاري كين مش فايق بسبب ان هو بيخرج من مناطقه كتير، بيخرج من منطقه الجزاء كتير، بيحاول يخلق مساحه لستيرلينج وبوكايو ساكا، ما كانش فايق الشوط الاول. الشوط الثاني الشوط الاول خرج 0-0، خرج 0-0. الشوط الثاني بقى المانيا ما كانتش عارفه تعمل اي حاجه، مش عارفه توصل لمرمى انجلترا بكل الطرق. انجلترا قافله زوايا التمرير على لعيبه المانيا او على دفاع المانيا، التحضير بتاع المانيا سيبك احضر في نص ملعبك، احضر في نص ملعبك زي ما انت عايز، ده انا كمان هضغط عليك باري كين وستيرلينج وساكا عشان ما خليكش تتحضر على الارض الكوره، هضطر اخليك تلعب الكوره الطويله. لو كان بيلعب الكوره الطويله كان بتنزل من دفاع انجلترا وكان بيقدروا ياخدوا الكوره الثانيه بديكلان راينز وفيليبس. الكوره الثانيه ابتدت تتاخد، مساحات ابتدت تظهر في دفاعات المانيا بسبب جوسنس وكيميتش الاثنين اللي بيطيروا هجوميا بيحاولوا يلعبوا شغل هجومي، فالسرعات الناحيه الثانيه بوكايو ساكا وستيرلينج بيحاولوا يضغطوا على مدافعين المانيا عشان يخلقوا الفرصه. المانيا تحت قياده خواكيم لوف مش كويسه، مش باين ان هي تقيله. ليه؟ لان خواكيم لوف ابتدى يالف، اللي هو انا بالف داخل الف بقى في اول مباراه في دور المجموعات، انا هبتدي الف والعب بكروس وجندوجان، خلاص الماتش ده وانا هغير من جلدي والعب بوكريتسكا جنب كروس والعب بفيرنر وتحت هافرتس ومولر. لعبكه بيلعب بلعبكه، ولعبكته دي ان فقدوا كذا لاعب في ارض الملعب، فقدوا كيميتش في نص الملعب مثلا، ولو كان لعب بوكريتسكا من نص من بدايه اليورو او لعب بدايه 4-3-3 وجريتسكا لعب نمره 6 وجنبه كيميتش ومعاهم كروس او جاندوجان، كان قدر يخلق مباريات، قدر يخلق حاجات تفيده. لكن خواكيم لوف كتب السطر الاخير بتاعه بحاجه بايظه تماما. الناحيه الثانيه تاوس جيت اول مباراه يقنعني فيها في اليورو لحد الان، ثلاث ماتشات اللي لعبها في اليورو في دور المجموعات ما اقنعنيش تماما في تاوس جيت، قلت ان تاوس جيت ممكن يخرج من اي فريق في البطوله. لكن النهارده لما قابل فريق تقيل وابتدى يشغل دماغه وابتدى يلعب بتكتيك وابتدى يستخدم عقله شويه، قدرنا نشوف انجلترا باداء مميز واداء يديك بصيص من الامل ان ممكن نشوف انجلترا في الفاينل او ممكن تاخد البطوله. ولكن تاوس جيت هو المباراه دي بس اللي لعبها، برضه لعبت في اليورو ما قدمش حاجه تذكر، ما قدمش حاجه تقيله او حاجه مميزه مع انجلترا. انجلترا قدرت تقسو على المانيا وتقسيها من البطوله بجونين مميزين جدا، ستيرلينج بكره عرضيه من جريليش اللي بينزل، ستيرلينج والجول الاول في الدقيقه تقريبا حاجه و70 خلاص هو بننهي المباراه. وفي ظل ان المانيا بتحاول تفتح خطوطها وتحاول تضغط على انجلترا عشان تسجل المباراه، تسجل جول جول التعادل، وبتحاول وبتوصل من انفراد مولر بيضيع انفراد بغرابه شديده جدا على طول اللي بيضيع استقبل الناحيه الثانيه. انجلترا بترد على المانيا برضو جريليش بيرفع عرضيه، مش جريليش ستيرلينج بيرفع عرضيه خش جيل كين بدماغه، اول جول لكين والثاني في المباراه وبينهي الماتش خلاص، بينهي الماتش. ويمبلي كله بيولع وجماهير انجلترا بتخرب الدنيا واتس كامينج هوم اتس كامينج هوم، خلاص الماتش خلص، الماتش خلص. انجلترا حتى المانيا لو حاولت حتى تجيب جول مش تجيب الثاني، انتهى الماتش. انجلترا بتقنع وتمطئ مباراه النهارده وبيقدروا يخرجوا مباراه كسبانين وبيستنوا من اوكرانيا والسويد. المانيا خلاص بينتهي حقبه خواكيم لوف وبيخش بحقبه جديده وهي حقبه هانز فليك. انجلترا قادره على الفوز بالبطوله، الله اعلم هنشوف في نهايه البطوله، ولكن ده كان رايي انا في مباراه المانيا وانجلترا. قدر انت في الكومنتس قول لي يا جماعه توقعك هل انجلترا قادره على التكمله في البطوله ولا لا؟ ولو الحلقه عجبتك اعمل لايك، اول مره تشوفني اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس، الحلقه تيجي لك اول باول، وتابعونا على السوشيال ميديا بتاعتنا في الديسكربشن تحت، واعمل شير على الفيسبوك تويتر على تويتر كمان على مستوى الحلقه الجايه. سلام.